نقول حقنا في التعليم نسبا عنهم لأنهم هم موظفون لدينا ونحن لسنا موظفين لديهم. دخلنا في حوار مع إدارة الأونروا لعدة أشهر، ولكن للأسف فشل هذا الحوار نتيجة تعنت الإدارة ونكرانها لحقوق اللاجئين وحقوق الموظفين. نحن نقول للأونروا عليها التزام بنتائج المسح وتطبيقنا هذه النتائج وإعطاء الموظفين حقوقهم، لكن للأسف نحن نشعر أن إدارة الأونروا تستهتر بهذه الطلبات، تستهتر بمتطلبات اللاجئ الفلسطيني. لقد قامت إدارة الأونروا في الفترة الأخيرة بتقديم عرض باهت، عرض يؤذي كرامة الموظف الفلسطيني. نحن نقول لإدارة الأونروا وللدول المانحة هذه مسؤوليتكم. الدول المانحة تحاول التنصل وتقول أنه ليس مسؤوليتها أو ليس اهتماماتها في الفترة الحالية اللاجئ الفلسطيني والقضية الفلسطينية.